معانا ايضا مدام شيرين عبد الرحمن زوجة العميد الشهيد هشام عزب. اهلا بيكي معانا. اهلا بيكي يا مدام انتي. اهلا بيكي يا فندم. ويعني مش عارفه اقول لك ايه، يعني بالتاكيد مهما يكون مر اي وقت انا عارفه انك اكيد برضو زي مدام شيرين زوجة الشهيد خالد، يعني انا عارفه انه اكيد برضو دموعك لسه ما جفتش، واكيد انت لسه طبعا. يعني بتحاولي العمر انك كله، والله العمر كله الحمد لله. طب احكي لي يا مدام شيرين، يعني العميد الشهيد هشام امتى استشهد؟ هو استشهد ده 17/8، هو حضرتك رئيس قسم مرور النزهة، فالحمد لله انفجرت عبوة في ميدان المحكمة وهو حبيبي أخذها كلها القنبلة الحمد لله، وهو نحتسبه يعني عند الله من الشهداء، يعني هو الحمد لله كان راجل مصلي صائم قائم الحمد لله الحمد لله، كان بيشتغل بنفسه وما كانش يتكل على أي حد يشتغل بداله، طول عمره في الشارع الحمد لله، في رمضان آخر واحد يفطر في البيت، يجي بعد الأذان قرب أذان العشاء يا دوبك يفطر بعد ما الناس كلها يسهل المرور للناس كلها تروح بيوتها، وهو حبيبي في الآخر يجي يفطر يا دوبك وينزل عشان يلحق تاني ساعة صلاة العشاء ينزل يصلي القيام ويكمل شغله. الحمد لله الحمد لله ربنا راضي عنه، وهو كان طول عمره بيتمنى الشهادة والحمد لله ربنا كتبها له ونوله اللي كان بيتمناه طول عمره الحمد لله. مدام شيرين، كانت النهارده يعني مشاعرك ايه وانت موجوده في الاحتفال وانت بتطلعي على المسرح يعني بتستلمي تكريم زوجك الشهيد؟ والله انا يعني بعد موت هشام الله يرحمه الواحد حس بكسره جامده جدا جدا جدا، ما عنديش فكره قد ايه يعني، بس النهارده يعني حسينا بالفخر وبالاعزاز وجود سياده الرئيس ربنا يبارك فيه يا رب، وحبه للولاد يعني انا حضنه لبنتي النهارده بتقول له انا بحب حضرتك زي بابا، قال لها انا يبقى لي شرف اني اكون بطل، يعني شوف حضرتك سياده الرئيس لما يعمل دعم للبنت ويحسسها قد ايه باباها فخر ليها وباباها حاجه كبيره، يعني ربنا يكرمه سياده الرئيس يا رب، وهو اب لكل اولاد الشهداء واب لكل المصريين ربنا يكرمه يا رب يجعله ظهر لينا دايما كده يا رب. مدام شيرين، يعني حابه اسالك وانت دلوقتي معانا على الهواء، لو عاوزه تكلمي اي ارهابي او اي منظمه بتعمل انها تزعزع استقرار مصر وتقتل خير شباب مصر. والله اقول له انت يعني دمرت الاسر اللي ازواجهم استشهدوا دول، بس ولادهم عندهم اصرار ان هم هيكملوا مكان اهاليهم، يعني انت موت ناس ملهاش اي ذنب، يعني انا زوجي كان بيخدمك كان بيسهل لك المرور في الشارع اذا كان ليك ولا لامك ولا لاختك ولا لاي حد من عيلتك، كان بيسهل كان بيعمل لك خدمه، اللي انت قضيت عليه ده كان بيخدمك، بس احنا مش هنستسلم، مصر تمرض لكن لا تموت، واذا كان في شهيد فبيطلع بداله 100 شهيد كل يوم بيقدموا ارواحهم فدا مصر، وكلنا فدا مصر كلنا فدا مصر. ربنا معاكي وربنا يصبرك يا مدام شيرين. مدام شيرين عبد الرحمن حرم الشهيد او زوجة الشهيد العميد هشام عزب.